سلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين، نتمنى تكونوا على خير وبخير البنات. هذا واحد السروال، شوفوا كي داير، جميل. شوفوا اللوين ديالو كي داير، سخون. هانتوما، هذا جابتو لي مولاتو البنات، طويل عليها بيجامة، شوفوا طويل عليها. نقصت منه القياس ديال طولها ودرت لي سيرجي، وغادي نكفو داكشي اللي غنكفو. اللي حيدت من هنا من التحت هو هذا، هاد الجهه حيدتها من رجل والجهه الاخرى حيدتها من رجل. ياكل البنات، لقيتهم بجوج. هانتوما كانت بحال هكذا، هذه رجل والاخرى رجل، لقيتهم بجوج من هنايا، وغادي نديرهم ليها قاعده. داك القاعده اللي كنقولوا حنا قاعده، هي ديك الطرف اللي كيكون اونتر جومب، ملي كيكون الفخذ ديال السيده في اللبس كيجيها مكروس. ها نتوما البنات، هذا غادي ندير ليه بحال هكا ونفصلو بوانتي بحال ديك الزياده اللي كنت ست لكم في العباءه، بحالها تماما، بحال هكذا. ها هي بحال هكا. غادي نرقعوا ليها الاونتر جون باش يبقى السروال يجيها مرتاح. ها نتوما البنات، شتي كيفاش داير؟ ها نتوما، كنتمنى يبان لكم مزيان. ها هو كنجيو لهاد البلاصه في الوسط من هنا، وكنحطوه هنا. انا باش ما نطولش عليكم الفيديو البنات، ها هو هنا رجل وهنا رجل. غنشدو هاد البلاصه، انا فتقتها، شوفوا شحال فتقت. غنشدو هاد البلاصه ونحطوها على الميليو ديال هنايا. هذا ها السروال، ها هو شتو كيبان لكم البنات؟ غنحطوه على الميليو بحال هكذا، من الوسط نبداو، من الوسط. بسم الله على بركة الله. دابا غيجيها مرتاح ومريح البنات، وغادي تفرح بيه. جابتو ليا يلا شارية زوين وعاجبها، وملي لبساته ما بغاتش تبدل هذيك اللبسة، عجبها التوب وعجبتها كل شيء، إلا هذيك البلاصة مخنوقة، يعني مزير عليها من جهة الفخذ اونتر جون. انا دابا غندير ليها هذيك سميتها ديك القاعده، ونهبطها ليها حتى لتحت. صافي، نهبطها ليها حتى لتحت باش يجيها مرح، يجيها مريح. صافي بحال هكذا، هاد الجهه هي تصاوبات، باقا الجهه الاخرى غنمشيو معاها حتى هي من جهه الرجل. شفتوا البنات؟ ها نتوما البنات المبتدئات، هادي راها الرجل، وغادي نمشي معاها بحال هكذا. ها هي مفتوقه من هنا، وغادي نمشي معاها بحال هكا، بحال هكا. راه الصوفه، هادي راه الصوفه، حتى جهه ما تجبديها، حتى جهه ما تجبديها، بقاي غادا معاها مزيان. شوفوا هنا خاصني نزيد، مازال نفتق. بعض المرات كيفصلوا السراول وما كيفصلوهمش مزيان، ما كيديروش ليهم الباسه مزيانه اونتر جونب، خاص القاعده تكون مزيانه. ديك الدوره ديال السروال خاصها تكون مخيره، حتى الا ما كانش يديروا قاعده بحال هذه. كاينين السراول دابا راه في التايوغ وكيديروا ليهم واحد لونتيسمون، كيديروا عليهم بحال هذه، بحال هكذا كتكون دايره بحال هكا، كيزيدوها ليهم في الديغيغ وفي الدوفون.
والله الا سراول تايوغ كاع. اذا هنا البنات ها هو هاد الشيء احنا صوبناها، بقى لينا الجهه الاخرى. الجهه الاخرى ملي غنبغيو نصوبوها غادي نقلبوا السروال. نخشيو يدينا ونقلبوا السروال باش يجينا مزيان. اذا ملي غنقلبوا السروال غادي يبان لينا فين غنحطوا الخدمه ديالنا، نيشان هنا، نيشان الخياطه ديال اللور هادي بحال هكذا. ونبدا جايه من الخياطه ديال الرجل من هنا، بحال هكا البنات. دابا غيجيها تبارك الله غيجيها مرحة، غيجيها زوين وعزيز عليها. هانتوما البنات كتبدي غادا وتجبدي في السنتيم ديالك اللي فتقتي، هادشي راه كلو تزادها من هنا حتى لهنا. العطفة إلا كانت طويلة ديال الرجلين كتاخدي من التحت وكديريها قاعدة اونتخ جون، كديريها قاعدة لتحت وصافي كتجيك الخدمة مخيرة. انا غادا نمشي دابا ندير ليها السيغجي وخدمتنا سالات البنات. ها هي شوفوا انا غنقلب السروال وتشوفوا كيفاش جا. هانتوما البنات ها هو السروال ديالنا، شوفوا هاير هاهي دابا شوفوا كيفاش دايره شتيها. هانتوما البنات شوفوا البنات كيفاش كتجي بوانتي، كتجي صغيره من هنا وغادا وكتوسع حتى الخياطه ديال الديغيغ والدوفون صافي. وهانتوما صوبتوا السروال ديالكم مخير. غندير معكم العطفه ديال الرجل حيت داير عليها سيغجي، غادا تجي عاديه بحال هكذا. بحال هكا ما تكبروا ما تصغروا دائما، خصوصا الا كانوا هاد لي غيوغ كتجيكم العطفه زوينه واخا كيتيري كتمشي مع الغيي. الغيي ها هو غادي نيشان، هذا مع خوه هذا مع خوه صافي، العطفه راه كتجي رائعه كاع ما كدير لكم مشاكل. هانتوما البنات دائما صبعانكم يكونوا يخدموا مزيان، يكونوا لينين مع الخدمه صافي البنات. هاد الرجيله ها هي سالات هانتوما، الرجل الاخرى دائما الخياطه مقابله مع الخياطه بحال هكذا، ما يمكنش ديري لها بحال هكا وتبداي غادا خدامه، لا دائما نيشان بحال هكا. الا حطيتي خياطه على الخياطه ما عمرك غتخافي. والعبار ديالك دائما يكون في عينيك بحال هكا، وهاد الصبع دائما يصوب دائما، الصبعان كلهم خالقهم لينا الله غير باش
نخدموهم، نصوبوا بهم البنات. وغادي نقول لكم السلام عليكم البنات ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يعاونكم والله يسهل عليكم، والتوفيق للجميع البنات، التوفيق إن شاء الله للجميع.